النهاردة في أحدث منطقة سكنية بتطرحها هيئة المجتمعات العمرانية وهي اللاتيني زي ما أنتم مسمينها. بالظبط كده. عايزين نتعرف منك أكتر عن الحي اللاتيني. اللاتيني ده واحد من أكبر المشاريع في مدينة العالمين الجديدة على مساحة 410 فدان مقسم لمرحلتين. المرحلة الأولى أو الجزء الأول اللي هو ناحية البحر أو ناحية الساحلي ناحية البحيرة بإطلالة 2 كيلو على الليك بالكامل، والجزء الآخر ناحية الأكاديميك سايد أو ناحية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة العالمين الدولية وخط المونريل والمنطقة اللي هي جزء الأكاديمي للاتين. المنطقة الإبلية الغرض منها أكتر إن هي تخدم الجامعات اللي هتتم إنشائها هنا زي الأكاديمية العربية الدولية. هتخدم الجامعات، هتخدم الجزء زي الجامعة العالمين الدولية، مدينة العالمين الطبية، المدينة الطبية لمدينة العالمين. دي واحدة من أكبر المدن اللي هتكون موجودة في المنطقة دي، سواء كانت للجامعة أو كانت للمدينة الطبية. المنطقة اللي احنا فيها دي كلها ده جزء من مدينة العالمين وجزء من اللاتيني نفسه، واحنا شايفين اهو ابتدت الحياة تدب في المكان. طبعا المشروع دلوقتي خلاص بقى قدام الناس كلها، بتقدر تعين وحدتك على الطبيعة وتشوفها. المشروع كله بالكامل استلام آخر السنة دي 30/12/2023. وكمان الميزة في المشروع الاختلاف في التصميمات للواجهات المعمارية، الواجهة أو الديزاين أو التصميم اللاتيني ده من أهم الموضوعات اللي ضروري نتكلم فيها، وهو التصميم الفريد للحي اللاتيني أو اللاتيني كله، اللي فعلا تصميم مميز جداً، كله مصبوغ بالصبغة اللاتيني، لكن تحس اني برضو في اختلافات منعا للملل. هو اللاتيني في تصميمه نفسه، اللاتيني كان متاخد من ديزاينز لعمارات موجودة في الواقع بس موجودة في بلاد مختلفة، زي عندنا في عمارات موجودة في البرتغال، في اسبانيا، في ايطاليا، في امريكا اللاتينية، في المكسيك. العمارات دي نفسها بنفس التصميم نفس الالوان بقت موجودة في اللاتيني، بس بواجهة حضارية او بديزاين وتصميم حضاري يناسب المدينة العالمين الجديدة. انا ملاحظ ان فعلا كله ليه الطابع اللاتيني، لكن كل منطقه ليها الكالر سيم بتاعها، كل منطقه بلون مختلف وديزاين فيه برضو شيء مختلف من كل منطقه عن التانيه. دي حقيقه فعلا، هو اللاتيني فعلا هو كل منطقه او كل زون بيكون ليها طابع مختلف عن الزون اللي جنبها، وده بيدي للعميل او بيدي للساكن اللي موجود جوه المدينه ان ما يكونش فيه ملل. هو ماشي جوه المدينه او بيتمشى جوه اللاتيني نفسه هيلاقي فيه عماره بشكل بطابع بالوان مختلفه عن العماره اللي جنبها. حتى الميكس ده اتعمل كمان في الارتفاعات، وكمان عشان لو بيشرح العنوان لحد جاي يزوره يبقى عارف ان يقدر يوصف له المنطقه باللون بتاعها. بالظبط كده. كمان الميكس ده اتعمل مش بس في الالوان والديزاينز وبتاعه العمارات نفسها، لا اتعمل كمان في الارتفاعات بتاعتها. يعني عندنا الاختلاف ما بين العمارات والعماره اللي جنبها، ممكن تلاقي عماره جي بلس 7 وعماره ثانيه جي بلس 4، يعني ار دي و7 ادوار وعماره ار دي و4 ادوار، وده بيدي الروح ان كل العمارات انا ما عنديش ملل في الرؤيه وانا ماشي بتمشى، وانا ماشي انا واولادي في اثناء بتمشى في المدينه نفسها يعني. واختيار العمارات كمان اللي ليها ارتفاع اعلى لان بيبقى عاده ليها فيو احسن. بالظبط، انت طول احنا كل ما بنقرب ناحيه الليك او البحيره او البحر بيكون الارتفاع اعلى عشان يدي مساحه رؤيه اكبر للبحر او البحيره. بعد كده بعد الصف الاول او فيرست روم من على اللاجون او المايه نفسها، بتلاقي الميكس ده بدا يتعمل في الارتفاعات وفي الالوان وفي العمارات الموجوده ورا الفيرست رو او ورا الصف الاول من البحيره. التغيير اللي معمول في الديزاين هل مختلف كمان في تصميم الوحدات من جوه؟ هل في فرايتي كبيره في مساحات الوحدات ما بين كل تصميم والتاني؟ طبعا لاتيني في مساحات مختلفه، كل زون او كل كلاستر في الميكس بتاع كمان المساحات، مش بس الارتفاعات والالوان، لا المساحات بتبدا من عندنا من اول استوديو مساحه 69 متر، بعديه على طول بيجي مساحه الوان بيدروم او اللي هي الغرفه الواحده، وده بيكون مساحته بتبدا من اول 89 و90 متر و95 متر لحد ما بنوصل لاربع غرف نوم وغرفه للداده بحمام خاص بيها، بتكون مساحه ال 240 متر او 245 متر، وبتكون موجوده في كل الكلاسترز وكل الزونز، مش بس مثلا واجهه على البحيره او على الشارع ده. انا ملاحظ كمان المساحات اللي بتقولها لكل تايب افيشنت جدا، يعني استوديو 69 متر وان بيدروم تبتدي من 85 متر، دي مساحات فعلا فيها كفاءه عاليه في التصميم. بالظبط، لان انت لازم يكون عندنا في مدينه زي دي لازم يكون موجود في مساحات تناسب جميع فئات العملاء اللي محتاج وان بيدروم، محتاج استوديو، محتاج حتى لو هو السعر مش مناسب ليه محتاج مساحه اصغر بس في مكان لوكيشن يكون شايف واجهه هو حاببها، فاقدر اوفرها له ان هو لا انا عايز استوديو في المنطقه الاكاديميك سايد اقدر اديله، لو عايز على البحيره دايركت اقدر اديله، لو عايز سكند رو تاني صف من البحيره او من الليك
نفسه واقدر اديله برضه. طب كلمني عن الخدمات اللي هتكون موجوده في اللاتيني. انا مش بس هكلمك على الخدمات الموجوده في اللاتيني نفسه، لا احنا هنتكلم على خدمات مدينه العلمين، لان هي مدينه مفتوحه ومتكامله بالكامل، من اول المنطقه الساحليه اللي هي منطقه الابراج الشاطئيه ومجمع الكورنيش او البحر اللي موجود فيها على امتداد 14 كيلو في مرحله اولى، 7 كيلو دي تقريبا خلاص فينش وشغاله، فيها تشغيل بدا من السنه اللي قبل اللي فاتت كمان، والمجمعات التجاريه اللي فيها المول التجاري وفيها مجمع للبنوك وفيها مجمع للسينمات، قاعة مؤتمرات، المنطقة التراثية والثقافية، مسجد وفيها كنيسة وفيها دار مؤتمرات وفيها معرض وفيها متحف وفيها ليك بتمتد بطول 2 كيلو داخل المدينة التراثية، ودي مدينة على مساحة 250 فدان بتقدر تخدم المنطقة اللاتينية اللي احنا فيها او من اللاتيني نفسه، وبتخدم هي ملاصقة للحي اللاتيني، هي ملاصقة للحي اللاتيني، وفي فيو طبعا لبعض العمارات اللي بتطل على المدينة التراثية من الوجهة او الجهة اللي هي الاكاديميك سايد او الجهة الاكاديمية، وجامعة العالمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وخط المونريل. ده غير ان هيكون في اماكن خدمات داخل اللاتيني نفسه، بس احنا هي الفكرة هنا ان ما بقاش في فكرة ان يكون في كوميرشال تحت البيلدينج نفسه او في جراوند فلور بتاعه يكون في كوميرشال او تجاري، مش طبيعة المكان هنا، مش طبيعة المكان نهائي خالص، لا هو بيكون الاماكن دي مفصولة او اماكن خدمات مخصصة جوه داخل اللاتيني نفسه لخدمة سكان اللاتيني.